السلام عليكم، كيفاش غادي تستافد من الشوماج؟ يعني التعويض على فقدان الشغل اللي كتمنحو ليك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سينيسيس. مرحبا بكم. في حالة كيفقد الأجير الخدمة ديالو بشكل غير إرادي، لا سينيسيس كتعطيه الشوماج، يعني التعويض عن فقدان الشغل، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل. لكن التعويض كيتعطى بشروط، غادي نعرفوا الشروط والمدة اللي غادي يستافد منها من هذا الشوماج والمبلغ اللي غادي يتقاضاه في هذه المدة هذه. أول حاجة هما الشروط باش أنه الأجير يستافد من التعويض عن فقدان الشغل الشوماج. باش تستافد من هذا الشوماج خاصك تكون فقدتي العمل ديالك بشكل لا إرادي، يعني طرد تعسفي او ما شابه، غير ما تكونش عطيتي الاستقاله كتحرمك من انك تستافد من الشوماج. وخاص يكون عندك 780 نقطه لمده ديال 3 سنوات، يعني 36 شهر، يعني قبل ما تفقد العمل ديالك، ومنها 260 نقطه في اخر عام، يعني في اخر 12 شهر قبل ما تفقد العمل ديالك. وخاصك ما تكونش داخل المحكمة مع المشغل ديالك، من أهم الشروط. هنا فاش كتمشي لاسينسيس كيقول لك ستة تحكم عليك المحكمة. بالنسبة للشرط الأول اللي هو 780 نقطة، يعني المدة ديال العمل ديال عامين ونص. ثانيا غادي نشوفوا المبلغ ديال التعويض، يعني شحال غادي نشد أنا في هاد الشوماج. غادي نشد 70% من الأجر المرجعي، يعني المتوسط ديال الصالير ديالي، يعني المويان ديال الصالير اللي ديكلاراليه في اخر 36 شهر هو اللي كنشد 70% ديالو في هذا الشوماج هذا. ثالثا شنو هو المده ديال التعويض؟ المده ديال التعويض هي 6 شهور، كتبدا من النهار الموالي فاش فقدتي العمل ديالك. رابعا شنو هي المده اللي خصني ندفع فيها الطلب؟ يعني هذه المدة هذه خاصك ما تفوتش 60 يوم ابتداء من النهار اللي فقدتي فيه العمل ديالك، الصلاحية ديالها لمدة 60 يوم، من بعد 60 يوم ما كيتقبلش لك الدوسي. خامسا شنو هما الوثائق المطلوبة اللي غادي ندفع باش نستافد من الشوماج؟ غادي ندفع واحد استمارة الطلب اللي هي المرجع ديالها 26/1/310، واحد نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، واحد نسخة المصادقة عليها من محضر مفتش الشغل في حالة تم الاتفاق ما بين الطرفين، واحد نسخة من عقد العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل هو عقد العمل، واحد نسخة من الحكم النهائي ديال المحكمة في حالة الدوسي ديالك ديجا مشى للمحكمة، واحد نسخة من الحكم الابتدائي مرفوق شهادة ديال عدم التعرض، واحد شهادة بنكية الريب ديال الكونت ديالك في حالة ما كنتيش ديجا عطيتها ليهم في لاسينيسيس. وغادي يزيدوا معلومات اخرى في حالة استفدتي من الشوماج بديتيه من بعد لقيتي خدمة، هنا كديكلاري لاسينيسيس انك لقيتي خدمة وراك خدام، وهنا كتصرح باستمارة تصريح باستئناف العمل للمرجع ديالو 29/1/310. في حالة استئناف العمل كتبلغ لاسينسيس في المدة ما تتجاوز 6 ايام. الفترة ديال الشوماج ديال 6 شهور ممكن انك تستافد من التغطية الصحية من لامو، والمدة تاع 6 شهور كيتزاد لك النقاط في الحساب ديالك ديال لاسينسيس. ونتمنى تكونوا استفدتوا في هذه الحلقة هذه، وكيف ما ديما كنتسناو الدعم ديالكم. الى عندكم شي سؤال او اي حاجة خلينا في التعليقات، راه كنقراو كاع التعليقات وكنجاوبو عليهم. تحياتي.